السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فلاح صغير. معكم أخوكم أحمد صوفا. تشاهدوا معنا الآن ضيعة لزيتون عربي كوينة مزروعة بدار قداري إقليم سيدي قاسم ما بين القنيطرة وسيدي قاسم. هذه الأنواع الثلاثة الكورونيكي أربوزانا والعربي كوينة صالحين في هذه المنطقة نظرا لتوفر المقومات الثلاث المناخ والتربة والماء. ملاحظات هنا موجودة، أعشاب ضارة، محتاجين بعض العناصر للرش وكذلك عناصر للحقن عبر السقي الموضعي الكوتاكوت باش رونفورسيو الاشجار تمشي مزيانه. اتصلوا بنا الاخوان على اساس السويفي تتبع معهم الاشجار. بالنسبه للاخوان اللي مهتمين بزراعه الزيتون هذه الاصناف دار قداري او في المناطق يا سيدي قاسم سليمان ممكن نديروا معكم هذه العمليه. تواصلوا معنا والى اللقاء.